العلاقة المغربية الإماراتية متجذرة في التاريخ وشهدت خلال السنوات العشر الأخيرة تطورا كبيرا ونوعيا، ترجمته الزيارات الرسمية المتبادلة بين الملك محمد السادس وشيوخ دولة الإمارات، وهو ما يعكس بوضوح التطلع المشترك للبلدين إلى الرقي بعلاقات التعاون الثنائي إلى مستوى شراكة استراتيجية نموذجية. كما تعتبر الإمارات من أبرز المستثمرين في المملكة، حيث تتجاوز استثماراتها 15 مليار دولار. لتسليط الضوء أكثر على العلاقات بين المملكة المغربية ودولة الإمارات، سياسية كانت أم اقتصادية، ينضم إلينا هنا في الاستوديو الزميل أنور لكحل. أنور، مرحبا بك. أهلا بك نوفل. إذن كما قلنا اليوم، يعني هذه العلاقات تتعمق أكثر بافتتاح قنصلية لدولة الإمارات العربية المتحدة في دولة في مدينة العيون، في دعم دبلوماسي إماراتي واضح للسيادة المغربية على أقاليمه الجنوبية أيضا وللوحدة الترابية. ولكن هذا لا يمنع أن للعلاقات السياسية أيضا شق آخر يتعلق بالاقتصاد، والذي نما وتطور كما قلنا في المقدمة في السنوات العشر الأخيرة. نعم نوفل، علاقات اقتصادية متفردة ومتميزة ومتجذرة كذلك. مشاهدينا الكرام، أهلا بكم. المغرب والإمارات علاقات متميزة تربط البلدين، علاقات أرسى دعائمها الملك الراحل الحسن الثاني والمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وقوى عراها الملك محمد السادس وصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. دولة الإمارات العربية المتحدة دأبت على مساندة المغرب في كل قضاياه، وعلى رأسها قضية الصحراء المغربية، وذلك داخل منظمة الأمم المتحدة وفي إطار الشراكات الجهوية. من جهتها تدعم بلادنا موقف دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن احتلال إيران للجزر الثلاث، أبو موسى والطنبة الكبرى والطنبة الصغرى. هناك عدة آليات للتعاون الثنائي بين البلدين، أبرزها اللجنة العليا المشتركة المنشأة بموجب اتفاق سنة 1985، ويتكون الإطار القانوني للتعاون من 95 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبرنامج تنفيذي. ومن أهم هذه الاتفاقيات اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والتقني، واتفاقية إقامة منطقات حرة بين البلدين، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات الموقعة سنة 2004، واتفاقية تفادي الازدواج الضريبي ومنع التهرب الجبائي. منذ سنة 1976 ساهم صندوق أبو ظبي للتنمية في تمويل 81 مشروعا في مختلف مناطق المغرب بقيمة 9 مليارات درهم إماراتي، وذلك بنحو 5.5 مليار درهم على شكل منح حكومية و 3.5 مليار درهم إماراتي على شكل قروض ميسرة، وذلك في قطاعات النقل والمواصلات والصناعة والإسكان والخدمات الاجتماعية والصحية والكهرباء والمياه والفلاحة. الاستثمارات والتمويلات المباشرة الإماراتية بالمغرب تأتي في المرتبة الأولى عربيا بقيمة إجمالية تبلغ 15 مليار دولار، كما أصبحت تتصدر الاستثمار الأجنبي في سوق الأسهم المغربية بقيمة سوقية تناهز 88.9 مليار درهم، وأصبحت الاستثمارات الإماراتية تمثل حصة 47% من إجمالي الاستثمارات الخارجية في الأسهم المغربية المدرجة في البورصة، حيث بلغت 2.79 مليار درهم سنة 2018. ومن أهم الاستثمارات الإماراتية الاستراتيجية في بلادنا شركة اتصالات الإماراتية التي تملك 53% من رأس مال شركة اتصالات المغرب. وفيما يخص التبادل التجاري، بلغ مجموع واردات المغرب من الإمارات سنة 2019 حوالي 6974.6 مليون درهم مغربي، فيما بلغت الصادرات إلى الإمارات 585.9 مليون درهم مغربي، من بينها 29.1 مليون درهم كصادرات من السيارات السياحية. وتبقى أهم المواد المصدرة الحوامض والسيارات السياحية ومصبرات الأسماك، فيما أهم المواد المستوردة الغاز والبترول ومشتقاتهما.
ويبلغ عدد أفراد الجالية المغربية المقيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة أكثر من 56 ألف فرد يشتغلون بقطاعات مختلفة ومتعددة كالفندقة والبنوك والديكور والتدريس والطيران. إلى اللقاء.